دراسات اللي بتفرجي صور، يعني عم نحكي انواع صور للدماغ، مثل مثلا البات سكان او الفانكشنال ام ار اي، بدلوا على الاشخاص اللي عندهم او سي دي انه الاكتيفيتي باماكن معينه بتفرق عن الكنترول جروب اللي هو الاشخاص اللي ما عندهم او سي دي. البات سكان هي مكنه في منها بلبنان، في منها شي 3 أو 4 بلبنان، عاده بيستعملوها ليشوفوا وين في اكثر حراره بالجسم، اللي هي الخلايا اللي بيكونوا اكتف اللي بياخذوا جلوكوز سكر. بقى الاشخاص اللي بنقارن دماغهم بالبات سكان اللي عندهم وسواس قهري الاو سي دي مع الاشخاص اللي ما عندهم او سي دي، في فروقات واضحه. يعني مش عم نحكي شخص وشخص، عم نقارن 100 شخص ب 100 شخص. دراسات كثير واضحه انه في عضويا وبطريقه بكهربه الراس فرق بين الشخص اللي عنده او سي دي والشخص اللي ما عنده او سي دي.